عبر الـ LBCI أحييكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذه الليلة من الأحد مع ماريو. أستقبل دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال الأستاذ نجيب ميقاتي. يسعد مسيك دكتور الرئيس. مساء الخير. مساء الخير لكل المشاهدين. قبل ما بلش بهمني أذكر مشاهدينا الكرام بالسؤال يلي بيقول: هل تؤيدون عقد جلسات لمجلس الوزراء في حال طال الفراغ الرئاسي؟ شاركونا أجوبتكم عبر هاشتاج الأحد مع ماريو. طبعاً النتيجة سنعلنها في نهاية هذه الحلقة التي ستمتد تقريباً بحدود الساعة وربع. دكتور الرئيس، أنا محتار الليلة، بعيط لك دولة الرئيس ولا فخامة الرئيس؟ لا أكيد أنا نجيب ميقاتي أولاً، ودولة الرئيس مجلس وزراء ورئيس حكومة جمهورية اللبنانية. أنا بهتم أني حافظ على مركزي وحافظ على المقام وأقوم بدوري، لا أتطلع لدور فخامة الرئيس. أنا فخامة الرئيس مركزي ضل محفوظ، ولكن الدستور اللي بنتبعه نص أنه في حال فراغ لأي علة كانت تناط المسؤولية فخامة الرئيس ومجلس وزراء. فاليوم أصلاً مجلس وزراء هو الذي يأخذ مكان فخامة الرئيس، مش رئيس الحكومة، وبالتالي دولة الرئيس في طاعة نجيب ما في مشكلة. لا مش هالقد. لا فيك ما في مشكلة. بس يلي بيطلع على أسفارك الخارجية بيشوف أنه يعني الصورة مع احترامي لمقام رئاسة الحكومة وكأنه أوسع من هيك. أول شيء، هل مسموح لبنان يغيب؟ وهل نحن بنعمل قصد كمان من غيبه؟ إذا نحن بإيدنا اليوم مسار وانتخاب رئيس جمهورية، لبنان مفروض يكون موجود بكل مكان، ولبنان ما لازم يغيب عن أي اجتماع، خاصة إن كانت إذا بلشنا بالأمم المتحدة خلال الجمعية العمومية، إن كانت مؤتمر القمة في الجزائر، إن كان مؤتمر شرم الشيخ، إن كان افتتاح المونديال بقطر، بأي محل مزبوط سفرت، ولكن كلياتها عم مثل لبنان وموجود فيها، ولبنان موجود بكل مكان. بس لو قبلت إنك تألف حكومة كنت اليوم رئيس حكومة أصيلة، وكنا اللبنانيين عم يحضروا المونديال. لا استاذ ماريو، وقت عم تقول لو قبلت انا قدمت حكومتي ب 29 حزيران، انا تكلفت ب 25 اسرع فتره كانت مقدم حكومتي، واخذها فخامه الرئيس وقال بدرسها وبيرجع لعندي. وبعدين صارت، انت عارف انا حكيت بمجلس النواب تسلسل الزمني بكل تاريخ تاريخه، كيف شو صار وشو الحديث اللي صار وشو كل اللي صار. لسوء الحظ أنا يعني مع كل محبتي واحترامي لفخامة الرئيس ميشيل عون، أعتقد أنه كان في أيادي خارجة عن إرادته، وهي كانت عم تعطل تشكيل الحكومة بكل ما الكلمة معنى. تعطل تشكيل الحكومة ليش؟ لأنه بدها تشكل الحكومة على شروطها، بدها تشكل الحكومة عارفة أنه ما حيصير انتخابات رئاسة الجمهورية، بدها تشكل الحكومة كأنها امتداد للعهد. بس أنا عم شوف الناس كان ما منتظرة العهد يخلص ب 31 تشرين أول. هل ممكن أنا أني أعمل حكومة يكون فيها الأثر الأكبر كأنها استمرار لعهد الرئيس ميشيل عون؟ لقيت أنه لأنه أنا المسؤول، أنا اللي عم تابع، أنا اللي بدي أخذ ثقة مجلس النواب، وأنا مسؤول عن مجلس النواب. فبالتالي نعم أصريت أن نحافظ على التوازنات في الحكومة الموجودة، أن أحافظ على الحكومة الموجودة بحد الأدنى وكلها تكون، وخاصة أنا مرتاح جدا مع هذه الحكومة أنها قدرت تكمل. طيب صار في شروط وشروط مضادة وكل هالشي شروط، لا سموني لرئاسة الوزارة ولا وبدهم يجيبوا ويفرضوا مين بدهم بالحكومة، ولا بدهم يعطوا ثقة للحكومة، شو بديهم؟ طيب بس دولة الرئيس حضرتك بليلة 30 الشهر، كان نهار أحد قبل ما تسافر، صح، قلت لي لألي أنا شخصيا لما أخذنا من حضرتك اتصال أنه أنا شفت أنه آخر 24 ساعة ما بقى في لزوم ألف حكومة. تماما، لأنه بدأت تتألف كان مثل ما عم أقول لك لا بيعطوا وعد بالثقة. وأنا حكيت كمان بمجلس النواب، قلت ليش أنا مهتم بالثقة؟ لأنه يوم اللي تكلفت بتشكيل الحكومة بقصر بعبدة وفور خروج الرئيس بري، بيقول لي فخامة الرئيس انت بتعرف انه التسميه اللي سموك معظمهم ما في مسيحيه كثير بيناتهم. قلت له فخامة الرئيس ما في ميثاقيه بالتسميه، ميثاقيه بالثقه. طيب فبالتالي كنت عارف انه بالثقه اذا ما اخذت الميثاقيه الكامله بالثقه فهي حكومتي حتكون فيها عله. خليني مثل ما انا بتصريف اعمال احسن ما ادخل بموضوع ثاني موضوع عله في مكان ما. دكتور رئيس، أنا ما بدي أبقى على موضوع صار من الماضي، بس نقطة واحدة بعد. رئيس الجمهورية قال إنك لم تحترم الموازين، يعني لما بدك تسمي وزير المالية الشيعي ما بتقدر
تتخطى الرئيس بري، بس لما بدها تيجي على تسمية الوزراء المسيحيين تستطيع أن تتخطى رئيس الجمهورية. الوزير المالية الشيعي إذا كان رئيس بري عم يطرح الاسم اللي أنا مش عجبني بقول له منه عجبني، ورئيس وزير المالية الشيعي اللي كنت أنا مقترحه بالحكومة اللي بدي ألفها صدقاً بقول لك أنا اقترحته على الرئيس بري وقال لي الله بارك فيك توكل على الله. يعني أصبح ما نجي نحط نقول هون وهون. بعدين بالآخر بدي أقول لك شغلي، بالمجلس قالوا أنه ما بصير تنقل، ما في كلامك مش دقيق الحديث بينك وبين فخامة الرئيس، حالة كلام مش دقيق في تسجيلات، ما أنا عارف أنه في ميكروفونات محيطة بالمكتب الرئيس وموجودة عم تسجل ليسمعوها اللي برا. بس عند الرئيس ولا بكل المقار في ميكروفونات تسجل؟ لا عند الرئيس أنا متأكد لحتى يسمعوها ويشوفها رئيس الظل، يسمعها رئيس الظل أنا متأكد، وشوف الميكروفون يا بعلبة الكينكس يا بالوردة وراي، يقول لي الرئيس حاش وقت علي صوتك، كل ما احكي انا علي صوتي، انا علي صوتي اصلا حتى يطلع بالميكروفون ويسمع شو عم بحكي، لاني مش خايف من شيء عم بحكي، عم بحكي الحقيقه وعم بحكي اللي بدي اياه والمصلحه الوطنيه. انا بتمنى يظهروا هالتسجيلات ويحكوا ويحطوها. عم بتقول انه عمليا كنت تفاوض بطريقه غير مباشره الوزير جبران باسيل بالمباشره. لما فخمت الرئيس بيقول رئيس الحكومه المكلفه بيجي لعندي بيقعد دقيقه وبيقوم. طيب ما حدا سأل ليش دقيقه؟ إيه ليه؟ لانه بده يسال جبران، لانه بده يسال رئيس الظل، ما اخذ منه جواب، خلص بقول له طيب برجع لعندك بعدين، برجع بعدين بقول لي الجواب. هذا اللي عم بصير، هذا اللي صار. طيب بما يتعلق بالمونديال، النقطة اللي هامة كثير اللبنانيين اليوم، بدي اعرف منك نقطة. حضرتك اولا دولة الرئيس عندك حصة بالبي ان؟ يعني الحقيقة اللي انا بحترم جدا اللي بينكتب بالسوشيال ميديا، ما تسمى بالسوشيال ميديا، بحترم جدا واحترم كل الاراء اللي كانت معي واللي كان ضدي، بس وصلت لمرحله من الافتراء ومن الكلام اللي بينقال مثل ما بيقولوا نابورت كوا شو من كان، بحتقد صارت عيب. صدقا ما بعرف شو هي البي ان، ولو مظبوط عندي حصه كنت شجعت انه قلت خلينا نحول وخلينا نعمل. طيب نعمل شو اسمه اللبنانيين، شو هالكلام؟ اللبنانيين طلبوك بانه ربنا عطيك دوله الرئيس، انه يا ريتك دفعت الخمسة مليون وبعدين قبضتها في 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 بصدق. لا عم بنقول له السؤال 100%، انا برايي بالدفع في اولويه، في اولويه اليوم عندي، وبدي ادفع انا 5 مليون دولار لتغطيه النفقات او التكلفه تبع نقل شو اسمه. في عندي أولويات غيرة خيرية قدر أدفعها. اليوم نحن صرنا مأمنين للبناني لدرجة ما، ما في لبناني ما عم بيتابع المونديال، عم بيتابع عبر سايتات. عملنا هاي سبيد انترنت على التليفونات كلياتها، بعتقد معظم الناس عم بتتابع المونديال بكل ما يكلم معنا بقى. فبالتالي ما نضخم القصة كتير. طيب ونجي نقول كتير، أنا اللي عملته طلبت من حكومة قطر إذا ممكن تقدم لنا الموضوع. وجدت انه هذا احراج، لانه في كثير دول كمان اخرى، دول طالبه من قطر انه تقدم الموضوع. نعم. فبالتالي ما فتحت علي هالباب. اضافه لذلك في كثير دول منا عامله، مثلا بعطيك المملكه العربيه السعوديه منا نقلتها على الارضيه عندها وعلى المحلات، الامارات العربيه المتحده منا نقلتها كلياتها على الكابلات وكلياتها على الناس المشتركه وعم تدفع الاشتراكات اللي عم تدفع. اعطينا امكانياتهم ونحن بندبر حالنا. مع كل امكانياتهم ما نقلوها. طيب دوله الرئيس، لنرجع للموضوع الاساسي، كيف ما بتكون حضرتك فخامه رئيس الجمهوريه، لما تاني نهار من انتهاء ولايه الرئيس عون طلبت بتنييم ملف رياض سلامه، هيك قال الوزير باسيل. اعوذ بالله، انا وطلع لفي من المدعى العام. انا اصلا بعد تاني يوم كنت موجود بمؤتمر القمه بالجزائر وقريت البيان مثل ما قريت، لا حكيت ولا سالت عن حدا ولا انا اتدخل بالقضاء. انا بخلي يقول قاضي اني انا اتدخل بالقضاء، وانا مع متابعه الملف وانهاء الملف وتسكير الملف ومعاقبه اي شخص يكون مفتري او اي شخص يكون مرتكب. هيدا ما في بحث عندي، ما بتنتظم الدوله بدون القضاء. الأساس الملك هو العدل، العدل أساس الملك. دكتور رئيس، هل ستدعو إلى جلسات لمجلس الوزراء؟ الدستور بيخولني أدعي، وطبعاً حأدعي لمجلس الوزراء. أيمتن؟ ما في شيء بيمنع أني أدعي، ولكن حأدعي مجلس الوزراء، لأنه في أمور أنا اليوم مزبوط عم سير الأعمال بالحكومة. نعم. وعم بجتمع مع الوزراء وعم بيصير كل أمور وعم سيرها بقرارات عم تطلع مني كل يوم، ولكن أمر المالي ما بقرب عليه، عم بقرب على أمور تسير دولة. طيب. لما تيجي أمور مالية، في عنا أمور مالية موجودة، بدي قرار مجلس وزراء يتاخذ حسب الأصول،
حسب الأصول المقررة مجلس وزراء، بيجتمع مجلس وزراء بياخذ القرار اللازم، بيوقع من الوزراء المختصين وبيطلع المرسوم. غير هيك أمور المالي ما بقرب عليه. طيب فبالتالي اليوم حيصير عنا ضغط أكيد. عنا اليوم مستشفيات خاصة، مستشفيات خاصة عنا 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 بكرة قبل آخر السنة تركية الضباط. عنا في كتير أمور أساسية، عم بحكي أمور مالية وأمور أساسية مفروض أن يجتمع مجلس وزراء لحتى يأخذ فيها قرار. أنا حأتشاور مع مع معالي الوزراء الزملاء كلياتهم اللي بحترمهم جميعا واللي بعرف كلهم عم يشتغل. نعم. بتشاور أنا وياهم. أنا ماني حابب أعمل شرخ آخر إضافي بالدولة اللبنانية. أوكي. أنا بعمل إشي مجلس وزراء، كل واحد يتحمل مسؤوليته، بس أنا بدي أدعي مجلس وزراء. دكتور رئيس، في عقود بين المستشفيات ووزارة الصحة عن 2022-2023 لم توقع العقود، المستشفيات ما رح تقدر بقى تستقبل المرضى على حساب وزارة الصحة. مشان هيك سؤالي، أي متى الدعوة؟ هودي مرضى ما بيحملوا، يعني ما بيحملوا يوم. أستاذ ماريو، أنا قلت الدعوة فيني أعملها أي ساعة ما بدي وهيدي بإيدي، ولكن ما بعملها إذا كانت شرخ إضافي بالواقع اللبناني. بيكفينا اللي فينا، بيكفينا اللي فينا، ما بدي أعمل شرخ إضافي. حضرتك حكيت عن استثناءات، إنه ما رح يصير في مجلس وزراء إلا باستثناءات. هيدي واحدة من الاستثناءات. ورح تحكي مع الكتل. في 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 عندي هلأ صار أمور مالية ومراسيم عم تجيني ونقل اعتمادات من مختلف الوزارة، صارت عنا هيك بالأمان العامة. فينا نعمل وزارة ساعة، بس عم شوف إنه بعد ما في ضرورة قصوى للموضوع. إذا ما لقيت مثل الموضوع الطبي ضرورة ضرورة، أنا حأشتغل معه نهار الثلاثة لأصحاب المستشفيات وأفهم القصة مزبوط تمام وحط أمام المسؤولين وبدعي بعدها أعمل وزارة. طيب اليوم نحن دخلنا في مأزق دستوري وسياسي من بعد هالفراغ. ليك كل ما يقال إنه رئيس جمهورية دوره ما دوره، ضروري وجود رئيس جمهورية بلبنان، ما في بحث. حتماً لن تستقيم الأمور إلا ما تكتمل المنظومة السياسية كلها والمؤسسات الدستورية، يكون كل واحد أخذ دوره. حتماً في نقص، مأزق. نحن عم نحاول ما نكون مأزق. نحن لبنان إذا عم تحكي عن المأزق أو المآزق، نحن من سنة 2019 نحن بمأزق. أنا فت على الحكومة وعارف إنه في مأزق، ولكن قدر المستطاع بدنا نجرب كنا نخفف الانهيار اللي عم بيصير. عم نجرب نخففه، عم نجرب نفرمل الانهيار اللي عم بيصير. نحن شو عم نعمل اليوم؟ عم نعمل صيانة لنظام مهتري. أنا قاعد عم بعمل صيانة لأشياء مهترية بين إيدينا، عم نجرب إن نصلحها لتدلق. يعني حضرتك بالعهد الجديد ستسعى إلى تطوير هذا النظام، ما بقى تقبل فيه هيك؟ النقطة الأساسية تطوير النظام يكون واضح بحسن تطبيق الدستور بالكامل. ما بصير ناخذ اللي بيعجبنا استنسبيا واللي ما بيعجبنا. اليوم كيف يطبق الدستور استنسبيا؟ طبعا استنسبيا. طيب استنسبيا. كل واحد عنده قراءه للدستور. يلي عم بيصير كل اسبوع بمجلس النواب اصبح واضح دكتور الرئيس انه هذا ما راح يوصل لمطرح. هل بكل صراحه نحن ناطرين اللحظه الخارجيه؟ ليك حقول لك هون شغلتين. اول شيء اللي عم بيصير مجلس النواب الحقيقة هو العمل الدستوري الطبيعي اللي عم بيقوم الرئيس فيه بالرئيس، عم بيقوم فيه الرئيس بري. نعم. عمل دستوري وكلهم متفقين انه النصاب بأكثرية التلتين ضروري، لانه اذا بدنا نقول نصاب بأكثرية النص والمجلس النواب هو نص مسلم ونص مسيحي، اخشى ان يتفقوا اي طرف من الاطراف النص هيدا او النص هيدا ونجيب رئيس جمهورية بده اياه. فبالتالي الدستور فرض التلتين لكي يحافظ على أنه رئيس جمهورية لكل اللبنانيين وليس لفريق من اللبنانيين. هيدا واحد. ثاني شيء هيدا أصبح النصاب ضروري ضروري 100%. بالسياسة طيب رئيس عون لما انتخب ما طلع بأكثرية 128 نائب، أنجأ ضلع على البكلي على 85 أو 86 نائب. نعم 84 إذا بقية حطوا أوراق بيض. نعم. هلا ما معناتها أنه لازم الكل يتفقوا، خليهم يتفقوا يدل في نصاب ويجيب أكثرية 65 نائب. ما هو المفروض يكون نصاب 86 بتاني دورة يجيب 65 ويمشي الحال. يعني حضرتك عم تدعي، عذرا على المقاطعة، يعني حضرتك عم تدعي دولة الرئيس انه الى عدم تطير النصاب في الدورة الثانية. نحن يوم اللي كان ميشيل عون الرئيس، فخامة الرئيس ميشيل عون انتخب الرئيس بري كترته كاملة، انا وزملائي النواب صوتنا ورقه بيضاء. طيب لانه ما كنا ما طيرتوا النصاب، ما لنا سحب. فاذا انت تلوم من يطير النصاب اليوم؟ انا بيجي بقول نحن اليوم لازم نسرع دل مجلس النواب.
سؤال آخر، دخلك ليش قبل 2008 كان نحترم الاستحقاقات الدستورية بوقتها؟ لأنه هلأ في فريق جاي عم بس هدفه التعطيل، كله بالتعطيل بحصل على اللي بديه، ما بصير. مصلحة الوطنية العليا تغلب كل الأمور. يجب يبقوا مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية، ما في لا محال. سيدي الرئيس، يلي عم بيعطل الجلسة هي حركة أمل، حزب الله، التيار الوطني الحر، هيدي الأفريقاء اللي عم تظهر من الجلسة وعم بتبرر هالموضوع بأنه لأنه بعد ما صار في توافق. لأنه بعد ما صار في توافق، لأنه ما بدها زيادة شرخ بالواقع اللبناني، أنه تصير جلسة ويطلع شخص ما يكون في كتير عليه وفاق، كمان بتكون مشكلة. من عارفين البلد كيف بده يحكم، كيف بده يحكم إذا 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 ما في وفاق. فإذا كيف ما بدك إياهم ما يطيروا النصاب؟ أنا بدي إياهم يبقوا يقعدوا. الرئيس البري طرح أن يكون بدور سياسي، مثل ما عم بيقوم بدور دستوري كامل. نعم. بس طرح أن يكون بدور سياسي وأن يعمل حوار ويجرب يلاقي قاسم مشترك بمختلف الكتل لحتى لانتخاب رئيس. كله رفض، يعني ما تجاوبوا معه كما يجب، وهو قال لك انه انا طول بالي شوي. فبالتالي انا بتصور انه مجلس النواب لازم يكون بحاله انعقاد دائم لحين انتخاب رئيس جمهوريه، ويجب انتخاب رئيس جمهوريه باسرع وقت ممكن، واي تقصير يتحمل كل واحد مسؤوليته. دكتور رئيس، هل المقاربه السعوديه تشبه المقاربه الفرنسيه لموضوع الرئاسه ولا تتناقض معه؟ لا، انت بس قبل سالتني انه شو التدخل الخارجي، هل ننتظر تدخل خارجي؟ مش رجعت على السؤال من ميل اخرى. انا بدي اقول عن تدخل خارجي، يعني نقطه، اذا نحن منا متكلين على نفسنا ليش نتكل على الاخرين؟ اذا نحن ما عم نتفق، في رئيس دوله كنت عم بحكي انا وياه بالمونديال بيقول لي اسمع، اذا ما بتتكلوا على عضلاتكم ما حدا حيسال عنكم. هيك عمل لي حرفيا. رئيس ولا امير؟ رئيس. فبالتالي اليوم اذا نحن ما اهتمينا بحالنا واتفقنا مع بعضنا كلبنانيين وقلنا حقيقه ننقذ هالبلد، ما نحتب على غيرنا وما ننتظر يجي الطرياق من هون ومن هون ومن هون. مزبوط، طلع بيان بنيويورك وانا كنت متابعه وقت كنت بنيويورك، بيان فرنسي امريكي سعودي. نعم. بتمنى كمان دول اخرى ان تنضم الي لكي يكون. كيف المقاربه؟ ما بعرف. انت سؤالك الثاني قلت هل السعودي والفرنسي يقرأان بكتاب واحد أو بكتابين؟ إيه؟ لا، أنا لأنك التقيت الطرفين. الطرفين، لا الطرفين متحمسين لانتخاب رئيس، بس حقيقة ما طرحوا لا اسم معين ولا شيء معين. المهم أنه ينتخب رئيس. ولكن هل شعرت بالمقاربة، أنه المقاربة واحدة؟ لأنه في بيان مشترك. أنا بس بدي استنتاجك دكتور رئيس. المقاربة واحدة؟ المقاربة نعم، يجب انتخاب رئيس، يجب انتخاب رئيس أكيد. هيدي هي المقاربة. من هو الرئيس؟ في عندك مروحة 180 درجة، يمكن من محل لمحل بأسماء بتنطرح، بس أنا شخصياً لم يطرح أمامي أي اسم معين أو داعم لاسم واحد. نعم. حضرتك تتمنى أن يكون الوزير سليمان فرنجي رئيس؟ الحقيقة أنا بأحد المقابلات، نعم، قلت أني أنا مش نائب ولا عندي كتلة. نعم. بيسألني المحاور أنه طيب ما أنت سليمان فرنجي شو؟ أنا بالنسبة لسليمان فرنجي شخصية سياسية تعرف تماماً تاريخ لبنان، وهو تاريخ عائلي بيعرف يجمع، ما في عنده أحقاد، قادر يكون حكم بين اللبنانيين، بعرف كيف حاله، كيف طريقته بالتسامح وطريقته بإدارة الأمور. فأنا طبعاً من باب كمان إضافة لباب العلاقة التاريخية بتربطنا بتربط بيتينا، بإضافة لمواقف سليمان فرنجية كل المراحل اللي أنا مرقت فيها بالسياسة، فأنا من طبيعي أني أقول سليمان فرنجية، وأتمنى أن يكون سليمان فرنجية رئيس جمهورية. هل هو حيوصل؟ هل هو واصل؟ إيه؟ مش بإيدي لحتى. طيب. أقول لك أنا الموضوع، هل تمنياتي الخاصة. هل تتمنى على النواب السنة أن يصوتوا للوزير فرنجية؟ بعد ما لما تصير الترشيح جدي ولما نشوف كيف الموضوع. النواب السنة اليوم نحن محافظين، وأنا عم بجتمع معهم على طول، عم نحكي معهم، نحن مش عندنا تابعية لأحد، في عندنا موقف بناخده على ضوء المصلحة اللبنانية، على ضوء شو بيقضي المصلحة اللبنانية، هو بيتاخذ هالموقف. نحن بالوقت الحاضر وقت صار في شوية ضياع عند السنة، رجعنا عملنا هالجمعة ونضلنا محافظين عليها لكي نكون حقيقة نحن في عندنا موقف واحد يؤدي إلى وحدة لبنان. هذا الموقف الواحد دولة الرئيس تراه يتجسد في التصويت للوزير فرنجية بعد كل هالمواصفات؟ ليس بالضرورة، أنا ما بقدر، ليس بالضرورة،
ليس أنا بقول لك مش بالضرورة إنه يكون هالموضوع، هالموضوع بتاخد بوقته، وبدي استطلع رأيهم وشوف شو رأيهم وناخده ونعطي لحتى نشوف شو هن الرأي اللي عندهم إيه. كل مين عنده رأي وبحترم رأي الجميع. بدي أقطع سؤال، بدي أفتح بارانتيز وأقطع سؤال بموضوع الكهرباء. دولة الرئيس أي متى الكهرباء؟ والله موضوع الكهرباء موضوع ملف طويل واسع. معلوم موضوع الكهرباء في عنا ثلاث خطوط عم نشتغل عليها. عنا الخط الأول هو موضوع المفاوضات مع البنك الدولي مشان نستورد الغاز من مصر والكهرباء، استجرار الكهرباء من الأردن. عنا الموضوع الثاني. فيك تكفي هالنقطة؟ لك ثلاثة إذا بدك، وبعدين لحتى أقول لك وين، لأنه بدي تفضل. الموضوع الثاني موضوع نقدر نحن نشتري فيول أويل وندور المعامل بوقت الحاضر. الموضوع الثالث الحل مع شركة، مع شركة جزائرية سوناتراك. هدول الثلاثة في قاسم مشترك واحد اللي أنا بعدني يعني حذر فيه. الإجة مفخوطة بالكهرباء لبنان، يعني ما في جباية، يعني الإجة مفخوطة. إذا ما بقدر إجبي ما بقدر أدفع هالموضوع وكرر غلطات، ما بدي أقول غلطات، ما حصل في الماضي. من 30 إلى 40 مليار دولار دفعت إلى الكهرباء. نحن اليوم الدولار عنا عزيز، ما بقى في يعني مواردنا محدودة. بعزة هالدولار ما بقدر أنا إجي أقول أني حأتصرف بالدولار الموجود كليته وأعرف أنه بالنهاية هيدي سطر المفروض، ما بقدر. خليني أحكيك على الثلاثة. تفضل. أول واحدة موضوع البنك الدولي. موضوع البنك الدولي، طالب البنك الدولي والأمريكي واعد بهذا الموضوع. أولاً ما بيصير تدلل الكهرباء بأقل من سنت، يجب إعادة نظر بالتعريفة. زدنا عدلنا التعريفة. كل الأفرقاء مشيوا؟ كل الأفرقاء السياسيين مشوا. أوكي. موضوع الثاني طلبوا أنه نعمل نوع من إعلان في مجلة دولية. نعم. تنص على توظيف خمس أعضاء، توظيف أعضاء للهيئة الناظمة. نعم. للهيئة الناظمة. القانون بيقول خمسة. القانون بيقول خمسة. فجأنا معالي وزير الطاقة بيقول إنه هو عمل إعلان، بده يعمل إعلان يحطه بالجرايد، هو يحط ست. نعم. قصدك يخالف القانون، عم يخالف القانون. نحن بهالموضوع في قانون رقمه 462 تاريخ 2/9/2002، عندنا قرار مجلس وزراء 2010، قرار مجلس وزراء 2022/25/2، قرار مجلس وزراء 16/3 6/4 14/4 20/5 كلياتها بتنص على انه يكون في هيئه ناظمه والاعلان عن هيئه ناظمه. بس ما في تعديل معالي الوزير، ما في تعديل ابدا، ما صوتوا على التعديل، ما في تعديل ولا تقدم اقتراح قانون لكي يتعدل. نعم. انا بعت مكتوب رساله لمعالي وزير الطاقه مع كل احترام، يطلب إليكم مباشرة فوراً بالأجراءات اللازمة تعيين هيئة قطاع الكهرباء والإعلان الفوري عن استقبال الطلبات. نعم. لتعيين رئيس وأربع أعضاء كما نصت ذلك صراحة الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون 462. نعم. وليس لتعيين ستة أعضاء كما ذكرتم في إحدى مقابلاتكم التلفزيونية، ما يشكل مخالفة صريحة وفاضحة لنص القانون الذي لا يحمل أي تأويل. مع الإشارة إلى أن أي تلكؤ في القيام بالإعلان عن استقبال طلبات الترشيح أو الإعلان عن تعيين ستة أعضاء وفي حال حصولهما يعكسان نية واضحة من قبلكم بإعاقة الهيئة الوطنية مع ما يترتب ذلك بالمسؤولية. تمام. ليك ماريو حقول لك شغلي هون الصراحة. نعم. في أمرين عم بتعاطى مع فريق سياسي بهمه يعاند العند يلي وزير طاقة من ضمنهم، فريق سياسي اللي مسيطر على وزارة الطاقة بهمه العناد، بدل أبداً بيحطوا براسه بده يعملوا. ما في شيء اسمه مصلحة عامة، يعني مثلاً كان بيعطل تشكيل حكومات، بيعطل انتخاب رئيس، أنا هيدا اللي بدي إياه، يا بتعمل اللي بدي إياه مثل ولد صغير، يا بتعمل اللي بدي إياه. لا، هلأ هون بموضوع الكهرباء عم بيجي يقول للبنانيين أنا عندي أمرين، يا بتقبلوا فيهم يا ما في كهرباء. أول واحدة الهيئة الناظمة مثل ما أنا بدي، مش مثل ما أقرر القانون 462 سنة 2002. تسمح لي بسؤال؟ تفضل. هودي اللي بدهم يقدموا طلباتهم على الهيئة الناظمة هني. نعم. يعتبروا فيما بعد موظفين درجة أولى، صح؟ صحيح. طيب إذا درجة أولى يعني عم تحكي عن مناصفة دولة الرئيس، يعني المادة 95 من الدستور.
إذا عم نحكي ما في عندنا مناصفة على بالفئة الأولى على المروحة الكاملة تبع كل موصفين، مش كل هيئة بهيئتها. بقدر أقول أنا هيئة الطيران مدني رئيسة سني، هيئة التنظيم الكهرباء رئيسة شيعي، بقدر أقول هيئة الاتصالات كان رئيسة مسيحي. فبالتالي بتتوزع بين الهيئات، بقدر لقي بس ما بقى إنه كل محل بدي بعد شوي يفوت إنه كل واحد بالأوضة بده ينام رجال ومرأة مسيحي ومسلم. بس هيدي العملية بتعني إنه الرئيس بري أخطأ بموضوع الهيئة العامة لمحكمة التمييز لما طلب المناصفة فيها؟ العرف كان ماشي بمحكمة بالمجلس بالهيئة العامة طول عمرها كانت هيك. هلأ هيدا عم نعمل شيء جديد، وهيدا طيب قانون بغض النظر. أوكي. هيدا قانون موجود، أول شيء هيئة الناظمة، تاني شيء سلعاتها. إذا ما بتمشي معي بالهيئة الناظمة مثل ما أنا بدي مش مثل ما بده القانون، وما بتمشي بسلعاتها مثل ما بدي أنا الأرض، ما نحن آخر شيء مجلس وزراء قلنا أنه نحن في عندك قررنا في أرض مستملكة للدولة اللبنانية بلص الأرض اللي وين يعملوا فيها، ما قادرين نستملك أرض جديدة. ومعك حق، نعمل معمل بالمنطقة، لأنه إذا نسكر السوق الزوق نحن بحاجة، وأخذنا قرار مجلس وزراء على أن يعين موقع لمعمل التوليد الجديد بالمنطقة الممتدة على الساحل اللبناني الشمالي، حطيناها بالمحضر على أن تكون بين نهر الموت والجسر المدفون. طيب نحن هيدي موافقين عليها. طيب في أرض مستملكة موجودة للدولة اللبنانية بلص الأرض دي، لا إلا بدنا هون، يا بتقبلوا هون يا ما في كهرباء. طيب. يا الهيئة الناظمة ما بدنا يا ما في كهرباء. دكتور رئيس، إذا ما في هيئة ناظمة ما في كهرباء؟ إذا حضرتك أصريت على الخمسة والوزير أصر على الستة ما في كهرباء؟ بده يعملوا إعلان يعني ساعتها ما في كهرباء، اللي هي من التمويل من البنك الدولي بما يتعلق باستجرار الغاز والكهرباء من 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 الأردن ومن مصر. إذا ما في هيئة ناظمة ما في كهرباء لا من مصر ولا من الأردن، هيدا حطينا شرط. طيب الشيء الثاني اللي هو يرتكز على الجباية حتى تجيبوا كهرباء، الموضوع الثاني موضوع أنه نفتح، هلأ عملنا مراقصة وطلع لنا أسعار، وهالأسعار هي ممتاز أنه صار عندنا نوع من فكرة شو السعر. نحن هون قادرين نأمن تمويل لشهرين ثلاثة، نأمن ودفع ست شهور. التمويل عندنا موجود في مصرف لبنان، اتفقنا على طريقة مع مصرف لبنان أنه بيصير فتح اعتماد مستندي يكون على فترة ست شهور. بعد ست شهور مصرف لبنان بده يدفعه، خلال هالست شهور لندفع هالاعتماد لهالاعتماد بنكون نحن عملنا جباية. قبل ما أتأكد أنه الجباية هتكون مضبوطة، لأنه لهلأ عم نجبي من قبل بسنة. نعم. مضبوط عدلنا التعريفة. بس نحن إذا ما جمعنا المبلغ ليوم اللي بده يصير استحقاق الاعتماد ما حنقدر نرجع نفتح اعتماد جديد. دكتور رئيس، فبالتالي إني أنا أدور لهم الكهرباء شهر شهرين وأرجع أقطعها ما حيمشي الحال. إذا ما بدي يكون مرتاح وفي جباية صحيحة وفي ملاحقة صحيحة، عندك نحن اليوم بسعر الكهرباء اللي عاملينه عندنا عاملين 60% أكيد كل يوتو بيدفع، عندنا 15% هدر طاقة فني، هدر فني، وعندك 25% تقريبا عم بيروح يا سرقة يا عم بينعطل الناس ما بيدفعوا. الناس اللي ما عم تدفع عم تقول ركب لنا عدادات. طيب عدادات نحن بدنا نجيب العداد الذكي اللي نركبه. العداد الذكي بده يكون عندك مركز تحكم بكهرباء لبنان، مركز تحكم اللي كان معمول للاعداد الذكيه بكهرباء لبنان نصف خلال الحادثه الكارثيه ب4 ايام. فبالتالي بدي اتاكد انه حيصير جبايه صحيحه بيدفع المواطن، وحتدفع وحنقدر نجيب لحتى اعمل كهرباء. اذا ما هيك ما حكرر ال40 سنه اللي مرقوا او 30 سنه كهرباء هدر. هون عندي سؤالين. تفضل. يعني اذا ما تاكدت حضرتك انه الجبايه رح بتكون 100% لن تقدم على 300 مليون دولار تاخذون تشتري كهرباء؟ بقدر اقول اني اذا مني مطمئن، يعني هلا في فريق عمل والدكتور كمال حايك عم يشتغل بكل جهد للموضوع لحتى يكون في سيستم، لانه كمان الجبايه حتكون معقده مش عاديه انه بس بحط بالبنك. طيب. بده يجي كاش لبناني يدفعهم لحتى تكون ماشي الموضوع. قبل هيك نعم. دولة الرئيس، في مناطق ما كانوا يقدروا الجوبات يفوتوا عليها عند كل الطوائف، حضرتك بالإكيب الموجود بالعدد الموجود قادر توصل لهالجباية؟ النقطة اليوم ما بقدر بقى لحتى بدي أرجع خفض سعر الكهرباء، خلينا نعطي اللي عم بيدفعوا 60% ساعات إضافية عوضاً ما عم نعطي ناس ما عم تدفع.
وقادرين نعمل هالشيء. اها في ناس اللي ما عم تدفع قادرين بنعطيها كهرباء من البدايه ونعطي بالبدايه ونعطي بدل ال 60 اللي عم تدفع، هيدا اللي عم ينشغل عليه بالوقت الحاضر لحتى نشوف، لان في 60% عم يدفعوا. هون بدنا نقدر نعمل، اذا مني مرتاح مش حاخطي الخطوه ولا حاعطي امر بدفع اي فرنك اي دولار يطلع مصرف لبنان قبل ما اكون متاكد من ذلك، لانه ما بدي هلا اعطي شهر شهرين وبعدين نفتح تمنال الهواء. لحد هاللحظه يعني ما في دات محدد لاي متى رح تجي الكهرباء، او يمكن ما في كهرباء لهلا. الانسب والاصلح انه نحن نمشي مع البنك الدولي، اليوم هو انسب شيء، لانه عندنا القرض اللي حيكون متاخر دفعه حيصير استجرار كهرباء من الاردن 250 ميجا فورا ما وافق عليها، الغاز حياخذ شويه وقت ونحن بنكون مرتاحين بنكون كلياتنا وبنكون بهالطريقه، لانه الدفع متاخر، لانه الدفع للبنك الدولي متاخر. صرنا مرقت دوره شهر شهرين ثلاث اشهر للجبايه تقدر تقوم، بنكون شفنا شو الجبايه وقدرنا نوصل اللبناني لاكثر من 15 الى 17. بس كنت عم تقول دوت الرئيس انه اذا ما تاكدت من الجبايه ما رح تاخذ ريسك وتجيب كهرباء شهرين وتقطعها. تبع موضوع البنك الدولي انا هن طلبوا شرط البنك الدولي، قلت لك التعرفه منها والهيئة النظمية بعدين التعرفة كمان. نحن عنا عاملين أول 100 ميجا وات كهرباء على سعر 10 سنت. نحن إذا نجحنا بأول شيء صرنا بلشنا نعمل الجبية المضبوطة، ومثل ما قلت 100 ميجا قليلة على 10، بدي أعلي أول 200 أو 300 ميجا، لأنه في طبقة اللي هي بتستهلك استهلاك خفيف بدنا ما بنقدر نحن نخليها تدفع على السعر العالي، بدنا اياها بتضل قادر تجيب الاماونت اللي بدك اياه، بدلني بقدر اجيب الاماونت اللي بدي اياه. اذا انا شفت انه صار في عنا ما هي المشكله هون شو، اذا قدرت انا شو بقدر احصل من ال 40%، اذا حصلت اكثر من ال 40% صار في عندي توازن بالموضوع اني اقدر اعوض عليه للاستهلاك الخفيف. بس دكتور الرئيس اللي فهمته من وزير الطاقه انا الاسبوع الماضي انه سعر ال 10 سنت و 27 سنت اندرسوا بشكل كيف توزعوا على الكيلو واتس، بشكل انه مع الهدر تقدروا تامنوا الكهرباء في حال تامن التمويل اللي هو اول 300 مليون دولار. مع الهدر اذا خففنا من الهدر ساعتها صار فينا نرجع عيد النظر بالتعرف. طيب. الكهرباء منا مقدسه، اصبح اذا ما في هيئه نظمي ما في البنك الدولي، حطيتها عند وزير الطاقه اوكي. انا حطيتها عن تطبيق القانون. طيب ما في وزير الطاقه، ما هي تطبيق قانون، وانا بتصور انه وزير الطاقه مفروض انه يتجاوب مع الرساله اللي انا وديتها اللي هي واضحه، اللي هو بيقول قانون، لو قانون بيقول ستة انا ما عندي مانع ستة. اذا ما بيتجاوب بيتحمل مسؤوليه عدم جايبه الكهرباء للبلد. بالنهايه هي مزبوط مسؤوليه وزير الطاقه، ولكن بالنهايه رئيس وزاره انا موجود وانا مسؤول، بدي اني اتابع هالموضوع لاخر لحظه. لو طلع عندي كل يوم اطلع احكي شو عم بيصير، بطلع بقول وين عم بيصير وين عم بيصير تعرق اللي عم بيصير. طيب بالجزائر نعم سوناتراك، كنت قلت لي ثلاث امور. سوناتراك مستعدين يرجعوا يعطوا النفط للبنان. في عنا اشكال نحن وياهم، اشكال قانوني، في دعاوى من شيلي، في فريق انا الفت لجنه من معالي وزير العدل الماليه الطاقه الصناعه. نعم. اجتمعوا وصاروا مره او مرتين، اتفقوا على إلية مفروض هالجمعة نخلص العقد المصالحة مع سوناتراك ونبلغهم إياه، وإن شاء الله ننجح يكون وافقوا عليه كمان الجماعة ودير ينعمل. إذا انعمل العقد المصالحة أنا بالحديث مع المسؤول مع الرئيس الجزائري اللي هو أكثر من متجاوب وأكثر منه مستعد لمساعدة لبنان. نعم. بكل ما لي كلمة معنا، يعني عمل لي كلام عن لبنان والله بتمنى اللبنانيين يسمعوه، بتمنى اللبنانيين يقولوا إنه هو مستعد يساعد أكثر، وأنه مجرد انهاء هذا الوضع القانوني الموجود بيننا وبين الجزائر. قديه تتوقع وقته يكون دولة الرئيس انهاء النزاع؟ شهر سنه؟ امبارح بالذات الصبح صار اجتماع معي. نعم. اللجنه مع المحامين، وهذا خلال اسبوع 10 ايام بتكون خالص الدرافت تبع المصالحه وبينعطى للجزائر. هيدا مع العلم ان هذه المصالحه مع سوناتراك مش مع الفريق اللبناني الموجود، ما معناته نحن حنتغاضى أو حنعفي عن أي فساد أو أي شيء صار. طيب. هون بلبنان الهبة الإيرانية صارت في خبر كان؟ الهبة الإيرانية هل بقدر أنا أعرض لبنان لأي مخاطر؟ سألت الأمريكيين، كنت قلت بدك تسألهم عبر الأطر الرسمية، سألتهم؟ لا بعد راحت الرسالة بعد ما أجيني جواب. ما أجيك جواب؟ بدي سلمها بكرة الحقيقة، بكرة أو تاني أو تالتة. ليش عندك شعور أنه هل ممكن أن أعرض لبنان؟ أجيكم تطمينات بالماضي أنه ما رح يصير في عقوبات؟ لأنه في بالعقوبات في عندك نوعين من العقوبات، في عندك عقوبات أولية وعقوبات ثانوية، primary sanctions and secondary sanctions.
برايمري سانكشن ما بيلحقنا شيء، لأن احنا لا حندفع مصاري ولا شيء، اجى جدال ما اعطاك شغله اخذتها انت وانت بحاجه لها. السكندري في لهم ربط بالسياسه. انت عم تعمل شيء ما في شيء بينعطى ببلاش، انت وعدينك شيء بيقدروا يخمنوا ويعملوا عليك عقوبه. انا لا بدنا ننام القبور لا نشوف بنات وحشي. لا بدي اقرب لبنان اقرب عليها ولا بسمح بوجودي انه يكون معرض لبنان لاي عقوبه من اي شكل كان. فبالتالي انا لحتى اضمن الموضوع عم بعمل مراسله رسميه مع الحكومه الامريكيه مع الاداره الامريكيه، الا العراق سمحت له يستورد صحيح سمحت له وعم يدفع حقهم بس شرط انه يبقوا بالمصارف العراقيه بصندوق خاص بحساب خاص. ليش بعتوا وفد فأذن قبل ما تاخذ جواب من امريكا ضد الرئيس؟ اللي بعتنا على اساس الوفد لحتى نشوف المواصفات، ولكن اجتنا بعدين انه بدنا نمضي نحن نوع من اتفاقيات. بعدين ايران قالوا بلا اتفاقيات، نحن سالنا وقت في الاتفاقيات من هون عندنا فتحنا باب السؤال. بعدين قالوا بلا اتفاقيات، بقى من هون هلا انا عم شوف حتى بدون اتفاقيات الايرانيه كانوا جدا متجاوبين، وبدي شوف شو الراي الامريكاني بالموضوع. حتى اختم موضوع الكهرباء، هل سيكون دور لقطر في موضوع بناء المعامل وحتى بعد شوي يمكن بالمصارف؟ حتى الان ما في عندي شيء. ودت الحكومه القطريه وفد من شركة نبراس عمل دراسة عن كهرباء لبنان، بس بعد ما وردنا أي عرض أو أي تفكير أو أي ملاحظة لهذا الموضوع. بعد أول بريك علينا دولة الرئيس رح نضطر أيضا إلى نكفي موضوع سياسي ونفوت على مواضيع أخرى. إذا بريك ونعود للمتابعة. من جديد أعود إلى متابعة هذه الحلقة التي نستضيف فيها دولة الرئيس نجيب ميقاتي. دكتور رئيس، بأسفارك الخارجية بصراحة، هل تسعى أو هل تساعد سليمان الفرنجي للوصول إلى سدة الرئاسة؟ أنا الحقيقة ما طرحت هالموضوع ولا بطرحه مع حدا. برجع بقول هذا دور مجلس نواب، هو لازم يقوم فيه، ما بحس مع حدا هالموضوع بتاتا إطلاقاً. ولا حتى مع الرئيس الحريري؟ ما عنده ذات التمني مثلك؟ لا، أنا على اتصال مع الرئيس الحريري بس ما جبنا سيرة رئاسة الجمهورية أبداً. صدقاً يعني عم بقول لا تهربا ولا اي تملقا. طيب، ما جبنا سيره شيء ابدا. انا عم بسال عن الوزير فنجي دكتور الرئيس اليوم بالحلقه، لانه حضرتك مثل لما شفت الحلقه تمنيت انه رجل بيستاهل يكون بمنصب رئاسه الجمهوريه. هل ترى نجيب ميقاتي، هل ترى ان سليمان فنجي رجل اصلاحي؟ ليك حتما اللي بعرفه عن سليمان فنجي رجل بيقدر انه يقدر يجمع اللبنانيين ويكون حكم وينفذ الدستور كاملا ويحسن السهر على تنفيذ الدستور. هذا اللي بدي اياه من رئيس الجمهوريه. كثير منيح. الاصلاح وما نعطي اهميه اكثر لشخصيه رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه بده يكون حياته حكم، يسهل الموضوع ويعرف انه المصلحه الوطنيه العليا اعلى منا كلياتنا. انا متاكد سليمان فرنجي عنده اياها. وبتعتبر بالتالي انه سليمان فرنجي، نبيه بري، نجيب ميقاتي مع حفظ الألقاب قادرين يشكلوا تريو، تما قول ترويكا يمكن تزعجك الكلمة، للفترة المقبلة؟ لا ترويا ولا لا ترويكا ولا تريو ولا شيء. ساعد كل أمور مرهونة بأوقاتها، وحتما الرئيس بري حيكون مساعد لسليمان فرنجي إذا وصل، وبعتقد أنه بيقدروا يشكلوا ثنائي هن اثنين ويكون ناجح. ليش استبعدت حالك؟ لانه هذا تعمل خريطه انسحاب بالانتخابات النيابيه، رجعت عملت رئيس حكومه، عملت ظروف، ما هيدي هي. مشان هيك هلا مش عم اقول انا لا انسحاب ولا تعففا ولا اي موضوع. كل شيء الامور مرهونه بظروف او بوقتها. هل ترى نفسك رئيس حكومه في حال وصل الوزير سليمان الفرنجي؟ انا بفضل شخصيا انه يكون رئيس جديد مع طاقم جديد كامل، لانه اللبنانيه خلص حابين يشوفوا اشياء جديده ويشوفوا تغيير معين. انا بعلن عزوف دكتور الرئيس. لا، انا مش عم انا موجود بالعمل العام، موجود بالسياسه، باي موقع انا موجود فيه، كنت نائب وما كنت نائب، كنت رئيس وزاره وما كنت رئيس وزاره، خلص موجود بالعمل العام وقاعد وموجود، مش عزوف، ولكن عم بقول الامور مرهونه باوقاتها ومرهونه بكيف ممكن انه تكون الاليه اني ارجع لحتى شكل حكومه نعل قلبي ابدا الشغله. مش عم بحكي بعد اني اجيب كهرباء، عم بحكي بعدني بحكومه شكلها، هيدا فلان بده يعترض والحكومه صفت كلياتها، يعني مزعجه. من هو اللي بدك تعلل له قلبه يعني؟ بمين بتوصي بالعهد القادم انه ينعل قلبه تقدر يعمل حكومه؟
بتسكي مين؟ ما بدي ادخل بالاسماء لانه كمان حتكون محل سخري، يعني اللي بيكون بوقته المجلس النواب اللي بيسميه انا اكيد اكون داعم لكائن من يكون، لانه لازم نعرف ونكون مثل كلياتنا سوا لحتى ندعم بعضنا البعض لنوصل للاشياء المرجوه. هل يستطيع سليمان فرنجي اصلاح علاقه لبنان بالمملكه العربيه السعوديه والدول العربيه؟ انا بعتقد سليمان عنده سليمان بيك عنده قدره على الفتح على العالم العربي بكل ما الكلمة من معنى، لأنه بيت فرنجية معروفين بيت عروبي بكل معنى الكلمة تاريخياً، وهو ما بيطلع من هذا التاريخ بتاتاً، فبالتالي يمكن أن يصلح كل هذه الأمور بدون 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 أي بدون أي مجاملة. ولكن المهم نحن اللبنانيين نعرف شو بدنا بالعالم العربي قبل ما نقول رئيس جمهورية. أنا في شخص كيف بدنا نجيبه لعنا؟ في شخص في شخص عربي مسؤول كبير بيقول لي لما يخففوا اللبنانيين يجوا ينتقدوا بعضهم البعض عنا ساعتها نحن نجي على لبنان. قال لي بيجي لعنا على بكرة شخص بسب التاني، بيجي بعد الظهر بيجي بسب التاني، بيرجع بعشية بيرجع واحد شخص تاني بيشتم وبينتقد كل شيء عم ينعملوا اثنين هوليك. يا عمي روحوا اتفقوا مع بعض ونحن معكم، يعني زهقوا من اللبنانيين ونقل اللبنانيين على بعضهم البعض، هيدا هو اللي بده اياه، ما بده أكتر، ونجي نحن نكون متفقين. المهم نحن نكون قادرين عارفين حالنا شو بدنا، نحن نقوي عضلاتنا اللبنانية ونحن نقوي حالنا، ما ننتظر من برا شيء. اجوا وعدونا الخارج ألف حكومة خذوا المن والسلوى، ألفنا حكومة أشفنا شيء، عملوا انتخابات نيابية وأنتوا بتكونوا تمام، ألفنا عملنا انتخابات نيابية وما شفنا شيء، انتخبوا رئيس جمهورية وخذوا اللي بدكم إياه، ما نصدق شيء. المهم نحن نكون قوايا ونكون نحن قادرين نحن كلبنانيين. إذا نحن كلبنانيين ما كنا مع بعضنا منيح، ما نطلب من الغريب يكون معنا منيح. عم بتقلي عم يخدعونا دكتور الرئيس؟ ما قصت مع بيخدعونا، لأن نحن منا منيح مع بعضنا. نحن عم أجي أنا على هيدا هون، مش عم بقول هن اللي عم نحن منا منيح مع بعضنا. نحن منا منيح مع بعضنا يا جماعة، هيدا اللي عم بيصير، هيدا العالم الغربي والعالم العربي، أنا بسمعوا شو عم بيقولوا، أنتوا كلبنانيين. ما عم اقول لك اذا بدهم يجوا يحكوا هلا هون بروح الثاني يوم بيحكي على 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 المسؤول موجود هون المسؤول موجود هون. اذا نحن مع بعضنا ما كنا عرفنا انه هالبلد بيعنينا وهالبلد بدنا نكون موجودين فيه وهالبلد عمره 100 سنه وهويتنا اللبنانيه تكرست عنا كلياتنا، ما في فئه اولى وفئه ثانيه مواطن، ونحن مؤسسين امم متحده ونحن مؤسسين الجامعه العربيه ونحن حقوق الانسان ونحن كل شيء. هي امجاد، هي امجاد الماضي دكتور. اذا ما استفدنا منها وحفظنا عليها بكون علينا مش على حدا ثاني. عندي كم سؤال سريع قبل ما افوت على الشق المالي بما تبقى لدينا من وقت. شو قصة مرسوم التجنيس دكتور الرئيس؟ في 400 شخص قال الوزير بسيل يستحقون الحصول على الجنسية وحضرتك وزير الداخلية خالفت القانون. لا، الموضوع التجنيس أكثر من 400. قد ايه؟ الموضوع التجنيس هلا هو هون عم يحكي بال 400، أنا هذا موضوع ثاني، هذا موضوع القانون مجلس النواب. قانون موضوع الجنسية طرح عندي أمامي، مش هحكي بالتفصيل ولكن طرح بالآلاف تجنيس. مين طرحه دكتور الرئيس؟ فخامة الرئيس طرحه تيطلب منك تمضي انه انا عندي فكره مشان مشروع نجنس، عندنا هالعدد وهالعدد معين وبدي نجنس. في بيناتهم فلسطينيين؟ ما شفت الاسماء. قال لي العدد بالالاف قديش دكتور الرئيس لو سمحت؟ قال لي عدد كبير. قمت انا حاوصل لك على حتى اعرف هلا من حديثي شو العدد. قمت قلت له فخامة الرئيس عوضا ما نحن نجنس ناس اللي حيجوا، وانا بريد احمي حالي واحميك، لانه ما حدا حيصدق انه الا اذا ما دفع رشوه لحتى يجنس. ليش ما بنعمل قانون نبعته على مجلس النواب بنقول نحن عندنا 5000 جنسيه، 5000 واحد بدنا نجنسهم، هال 5000 واحد بنجنسهم بنحط نوع من مبلغ تسعيره لكل شخص. شو بتجنس على السعر؟ لا لحظة، اللي بقبرص وباليونان وبالمناطق إذا تاخذ إقامة بعمل استثمار 250,000 و500,000 بيعطوك إقامة دائما. ما في مشكلة ديموغرافي دكتور الرئيس. عال ما في مشكلة، عال على كفي لك الموضوع. بنجي على 5000، قلت له إذا في 4000 واحد بدك تجنسهم، إذا عملنا معدل حطينا خلينا نحط 500,000 دولار، هي مليارين دولار، نعمل كهرباء واكثر من كهرباء، بنعملها صندوق مصرف لبنان وبنجيب من هالمليارين دولار بنحلها وبنشوف نحن بنحط مواصفات هالتجنيس الجديد كيف بده يكون توزيعه وليش وما يكون توطين ما يكون بنحطها وبهالقانون بنقول معنا فتره سنه اللي بيحب يتقدم بيصفي في فرز وبنقدر نحن نعملها. اما انا اقدر جنس بهالطريقه بس نمضي مراسيم ب 4000 واحد جنسهم انا مش فارده عندي بتاتا،
ولا ممكن ولا بشكل من الأشكال. وليه قلت له بمضي لك 20 اسم؟ اللي صار قال لي نجيب دجنس، قلت له تكرم عينك فهد ريس كدو يعني؟ قلت له لا، قلت له تكرم عينك. قال لي لأنده لأنطوان شقير اسأله قديش. نده لأنطوان شقير سأله يا أنطوان شقير قدي، قال له فيه هالقد بهالطايفة وهالقد بهالطايفة. قمت أنا برمت قلت له هالألاف أنا فيني أمضي مرسوم تجنيس لكذا ألف واحد غير الديموغرافيا، أنا ليس عندي وارد بتاتا، أنا فخامة الرئيس. قال لي ما قلت لي بجنس، قلت له عراسي قلت لك بجنس وحقك هيدا 20-30 واحد محشور فيهم بدك تجنسهم، أنا بساعد بتوقيعهم. شو يعني محشور فيهم دول؟ يعني إذا فخامة الرئيس لقى ناس إنه بيستاهلوا يكونوا لبنانيين مغتربين كبار طالبين شغلات فلتكن إذا بده إياهم فخامة الرئيس وله حقه هيدا هيدي في كريتير وين لا بالتجنيس ما في فخامة الرئيس عنده حق يجنس مثل ما له حق يعطي أوسمة مثل ما طيب. له حق يعطي موضوع له حق يعطي الجنسية له حق يعطي عفو خاص هيدا بالدستور له حق يعطي يمنح الجنسية اللبنانية للأفراد اللي هو بلاقيهم مناسبين. قلت له إذا أنت بتأمر هيدا أكبر برهان إني كنت أنا متجاوب معه بكل شيء لفخامة الرئيس إنه أنا مستعد إني أكون جنبك ومعك وهتقلي بالآلاف. قلت له أنا لا يمكن أوقع مرسوم بموضوع التعيينات الأمنية. شو رح تعمل بموضوع الضباط الذين سيحالون إلى التقاعد؟ ما في عنا شيء سريع هلا وإن شاء الله بصير انتخاب رئيس قبل وبتنتظم الأمور. يعني أنت متوقع انتخاب رئيس دولة الرئيس متوقع انتخاب رئيس قبل آخر السنة لأنه بصوب عيد الميلاد في أول ضباط بلشوا يظهروا. إذا في أي ضباط بيطلعوا في غيرهم ضباط بيستموا محلهم. هيدي مؤسسات. شو رح تعملوا مع اللي وقع بس؟ إذا رئيس جمهورية ما في شيء اسمه فراغ. نعم. إذا رئيس جمهورية خلصت ولايته في شهور مجلس وزراء أخذ محله. نفس الشيء بكل منصب بيكون بالإدارة في شخص بيكون بده ياخذ محله. طيب مع اللي وقع بس إبراهيم شو رح تعمله؟ زيت معنا لا أدار هلا إن شاء الله بتكون الأمور بركي بينت أكثر. لما حضرتك نزلت عند الرئيس بري عرضتوا هالموضوع وموضوع الكهرباء صح؟ لا ما حكينا بهالموضوع. وبعدين هالموضوع أصلا في اقتراح قانون مجلس النواب خلي مجلس النواب ينظر فيه وأنا موافق عليه. من خارج سياق مجلس النواب ما عندك حل؟ ما في عندي حل خارج ما اكيد ما في عندي حل. طيب. وبعدين في عندي عم تقول مين بياخذ محله؟ مجلس وزراء بيقدر يجتمع وباكثر التنتين يعين، بس حتما مني حاعمل هالموضوع انا، بس ما حتى ما حدا يفهم انه كانه تهربا او انتقاصا من دور مجلس وزراء، مجلس وزراء فيه يدعيه ويعين بأكثرية التبتين. طيب. حتما ما في بحث، ولكن أنا هالشي في بعض مراكز مثلا عندك حاكم مصرف لبنان. نعم. إذا طالت معنا لحديد تموز بيفضل مركز. في نائب حاكم بيستلم، يمكن البعض يقول لا عينه. إذا اتفقنا على شخص اشتغل مجلس وزراء وبيعين بأكثرية التبتين وما عندي مانع. دكتور رئيس، قرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي الذي أعطى الصلاحية لأفراد أو لعناصر قوى الأمن القيام بأعمال توقيف وإطلاق السبيل من دون الرجوع إلى القضاء، هيدا كيف بده؟ اليوم بعتقد في طلع بيان طويل من الأمن الداخلي. نعم. بيوضح الموضوع، بيقول هو دوره كشرطة قضائية أن يقوم بذلك ويحيلهم إلى القضاء. ما بعتقد طلع شاذ عن موضوع المسار الطبيعي القانوني. بحق له يوقف بدون العودة إلى المحامين العامين؟ لا، له عم بياخذ بالمخافر وقت يحكي المدعي العام وأحيانا ما يرد أو شيء عم بيخليه ليكون لينحال على المحكمة. وكان واضح البيان الحقيقة، بعتقد إذا منراجع البيان مني حافظه كحرفياً، بس كان واضح ومقنع. بما أنه سألتك عن هالموضوع، شو رح تعمل مع القضاة؟ اعتكاف القضاة بده يستمر هيك؟ لا، طريق الحل. أي متى؟ طريق الحل قريباً. وزير العدل كان يعني أعطاني الإطمئنان أنه الحل القضاة خلص حيعودوا إلى عملهم قريباً إن شاء الله. عارف ما بدك تحكي عن هالموضوع؟ بس نقطة واحدة، الحل يتزامن مع المعاش بكل صدق، يعني عودي عن الاعتكاف مع هذا الموضوع بطريق الحل. طيب. بالنزوح، لما حضرتك بتحكي من كم يوم عن المساعدات اللي منحت للبنان اللي هي 5.4 مليار على 3 سنوات مناصفة بين اللبنانيين والنازحين السوريين، هذا اعتراف من حضرتك في اعتراف انه السوري حيبقى هي بتسعى. اي في مؤتمر شرم الشيخ. نعم. كان موجود المانجر دايركتور المدير التنفيذي ل دبليو اف بي وورلد فود بروجرام. نعم. منظمه البرنامج للتغذيه العالمي ديفيد وايزد. اجتمعت معه وحكينا انا وياه، قلت له انتم عم تشتغلوا لبنان وعم تعطونا مساعدات كثير منيحه، ولكن اليوم عم تعطوا 70% للسوري 30% لللبناني. نحن ما بنقبل بقى بهالمعادله. طالما السوري موجود
موضوع الثاني، انتوا عم تجلوا هالمنتوجات عم تجيبوها كلها من برا في وقت نحن عندنا منتوجات غذائيه بلبنان موجوده وعندنا بضاعه مكدسه زراعيه ما عم تتصور كنتوا تشتروا من عندنا. والموضوع الثالث بدنا زياده الاعتمادات. فعقد اجتماع دغري طلب بعد قعدنا انا وياه شي ساعه ساعه ونص بشرم الشيخ، عمل اجتماع بروما الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبله واخذوا قرار بالاعتمادات بتصفي 5.4 مليار دولار على 3 سنوات. 50% لبناني 50% سوري. نعم. المنتجات تشترى معظمها من لبنان. نعم. هلا بتقول لي هل هذا معناته انك ثبتت سوري 3 سنين بلبنان؟ مينيموم يا عمي، يوم اللي بيروح يوم المتابعه اللي عم نعملها اللجنه المؤلفه برئاسه مدير عام الامن العام اللي عم بيتبعها عم تعطي نتائج جيده، لو عم تشوفوا الاعداد قليله ولكن عم نقدر نفتح الباب انه يرجع السوري، وبدل ما اللي ما قبل يرجع هنطبق عليه القوانين اللبنانيه انها تقدر تطبق. وبالتالي هذا البرنامج على 3 سنوات، ما معناته ان 3 سنوات السوري بقي، اذا خلال سنه طلع فلوا من هون عاد صار عاد اعاده النزوح السوري فبيوقف البرنامج مش مشكله، بس طالما الموجود هون بيعملوا برنامجهم على 3 سنوات. طيب عملوا هال3 سنوات 5.4 مليار، مليار و600 مليار و700 كل سنه، مبلغ قليل؟ لا مش قليل. بس بالمقابل دكتور رئيس اسمح لي اطرح قدامك هيدي المعادله. تفضل. حضرتك خلال الصيف بشكل او باخر وكانك حذرت المجتمع الدولي انه نحن بدنا نلجا للاساليب القانونيه اذا ما رح تاخذوا اجراءات في بما يتعلق بالنزوح السوري. وزير شؤون يعني شؤون المهجرين بيقول انك ساومت ماليا مع المفوضيه واخر همك عوده النازحين. عفوا انا مضطر اقول هيك مش من باب القيل والقال، ولكن لحتى اقول انك نجحت في المساومه بمعنى انك جبت مصاري اكثر. معقول جبت مصاري اكثر، بس اولا وزير المهجرين بلبنان ليس هو من بيهتم بموضوع النازحين السوريين. فانا بس بدي اروي هالشغله واتركها. ولما فخامه الرئيس قلت له فخامه الرئيس انت مكلف انه يتابع هذا الملف، قال لي الحقيقه هذا الملف كان عم بكافئ كان متولي الوزير مشرفيه بالحكومه الماضيه لانه وزير شؤون اجتماعيه وبقانون انشاء وزاره الشؤون هو يهتم بعمليه النزوح، فبالتالي بركي التبس عنده الامر لانه درزي خمن انه هو بده يستلم موضوع النازحين. اصبح الموضوع مش موضوع طائفي، موضوع وزاره الشؤون الاجتماعيه هي بتهتم بموضوع النازحين، وانا وزير الشؤون الاجتماعيه باتفاق كامل بهذا الموضوع ونحن على خط واحد، واي شيء انا عم تابعه بهذا الموضوع بالتنسيق الكامل مع وزير الشؤون، وبالتالي الامور ماشيه كما هي لازم انه تقوم، ما في عنا اي مشكله فيها. طيب خلينا ننتقل على ثاني بريك دكتور الرئيس. من بعد البريك بدنا نتطرق الى الموضوع المالي يلي بهم اللبنانيين بشكل كثير كبير كمان. اذا بريك ونعود للمتابعه. نصل إلى القسم الأخير من حلقة الليلة مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي. دولة الرئيس، يعني كنا توقعنا من ضمن إنجازات الحكومة بين مزدوجين أن يكون في الخطة الإصلاحية. فيك قبل ما فوت على الخطة الإصلاحية ممكن تقول لي شو هي الإنجازات؟ الحقيقة أول شيء أنا يعني بنتهز هالمناسبة إلى حتى وجه تحية لكل الوزراء. الوزراء معالي الوزراء اللي التعاون أنا وياهم تعاون ممتاز. والحقيقة يمكن أحياناً نختلف ولكن ما بيوصل حق الخلاف إلا نوصل للأحسن للمصلحة العامة. يعني إذا وزير قلت له مهرج بتكون قاصد أنك توصل للأحسن ولا بتكون قطعت معه؟ صدق أنا بقول أني ما بقول كلمة إلا ما بعنيها إلا بعنيها، بس أنا اليوم ما مش هدفي أني هاجم وزراء، بالعكس أنا معظم الوزراء اللي معي أنا بقدر إلا خلينا نشوف بعدة قطاعات الناس خليها حقيقة تقدر بكل تواضع بقولها وما يخدوها بمحل اني كاني عم نحن عم نقوم بواجبنا كامل انه نحن سهرانين على كل الامور على الساعه على الوضع العام. يعني انا بس بدي اعطي مثل صغير، البيئه خلي العالم تقارن اخر 3 سنوات شو صار في حرائق بشهر ايلول وتشرين اول وتشرين ثاني وشو صار حرائق السنه. البروجرامات المعموله بكل الضيع مربوطين مع كل البلديات ببروجرام واحد على الـ على الـ على التليفون، بضيعه واحده بيشوفوا دخنه دغري بيحطوه بيعطوها للضيعه الثانيه وبيكون دغري تحولت. السنه ما صار ولا حريق. خلينا نشوف موضوع النفايات كيف عم بيتعالج كل يوم، هالمواضيع اللي بتهم اللبناني يمكن ما عم بيشوفها ما عم بيحس فيها،
بس نحن حقيقة سهرانين عليها بكل معنى الكلمة. موضوع الصحي، موضوع البيئي، موضوع الصناعة، أي تحسن عم بيصير، عم بيصير بالصناعة مع احترامي كل وزارات البيئيين كلياتها، يمكن مع وزارة الأشغال العامة والنقل، المطار إنه يبقى بعده مستمر. صدقاً بقول لك بهالوضع اللي نحن فيه استاذ ماريو، نحن كنا سنة 2019 ميزانية الدولة اللبنانية 17 مليار دولار. نعم. نحن اليوم ميزانيتنا 970 مليون دولار على سعر الدولار اليوم. 970. عندنا الجيش، عندنا القوى الأمنية كلها، عندنا سلك الدبلوماسي، سلك الخارجي، عندنا القضاء، عندنا المدارس الرسمية، عندنا المستشفيات، المستشفيات الرسمية، المستشفيات العامة، عندنا الإدارة العامة. كل هالشيء عم بقول لك عم يندار 970 مليون دولار. كلياته عم يندار ونحن عم نجرب قدر المستطاع مثل ما قلت أول حديث فرملة هالانهيار. طيب. لحين بإذن الله بأسرع وقت ممكن الرئيس ينتخب رئيس جمهورية لحتى تستقيم الأمور وتكون في حكومة جديدة ونقدر نضغط. نحن عم نشتغل بأدنى الصلاحيات بوقت لازم الحكومة يكون عندها كل الصلاحيات وصلاحيات حتى استثنائية. إذا ما في رئيس ما في خطة إصلاحية؟ لا، اليوم مجلس النواب خطة إصلاحية عنده، الخطة الصحية عنده، بس بدك 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 في عملية نهوض كامل، وهالنهوض يكتمل بوجود فخامة الرئيس. ما بنقدر نقول نحن متغاضيين وكأنه البزنس از يوجوال ما في رئيس جمهورية. لا، رئيس جمهورية له موقعه. بس ما سألنا حدا دولة الرئيس من النواب وقال إنه سامع بالخطة. عم بحكيك بصدق. طيب لا أقول لك شغلي. شو السبب؟ الخطة الإصلاحية محطت وتوزعت على 128 نائب. بيقول ما سمع بهالخطة يعني ما أراها، يعني بيسمح لي، وإذا أراها أنا بناشده من هون ونشدته بالمجلس. هيدي الخطة ليست منزلة، عنده أي ملاحظة رجاء أن يحطها ويعطينا إياها، ونحن مستعدين نخذها بعين الاعتبار، ونحن مستعدين نبحثها ونحسن هذه الخطة. ما قلت له ننسوها دولة الرئيس لما نزلت لحكيت مع لا النواب. هيدي نزلت عن النواب كان بشهر تموز. رجعنا عملنا واحدة تانية ب9/9/2022. نعم. توزعت هيدي بشهر أيلول، توزعت لكل مجلس نيابي ونحطت هن قدامهم. فبأي هديك الأولينية تبع اللي كان فيها أنه مسح شطب الودائع وكهرباء، هيدي كلها تتغيرت بهذه الخطة مع كل القطاعات. ونحن فور إقرار الأربعة الأمور المطلوبة من IMF عنا ورشة عمل كلها كاملة، في عنا 12 قانون جديد بدون العمل. طيب. عنا 11 مرسوم بده يطلع، عنا المراسيم التنظيمية للقوانين بدها تطلع، عنا سلسلة من التدابير بدها تطلع، كلياتها لتنعمل، كلها ورشة، كلها كاملة، وكلها منظمة وكلها مكتوبة موجودة. طيب. بس بدنا منطلق دولة الرئيس من الماكرو، بدي أفوت على كم نقطة أساسيات تنقدر نفهمهم. حضرتك حكومتك أو وزير المال اعتمد الدولار الجمركي بغض النظر عن قانونيته، اليوم عم بدأ تطبيق الدولار الجمركي بآخر شهر من السنة. الإيرادات التي ستجبى رح بتكون كافية لحتى تدفع المعاش 3 مرات؟ أول شيء الموضوع الضريبي، موضوع الضريبي مثل ما عم بقول لك نحن 970 مليون دولار عم تدير الدولة. نعم. الضريبة كانت نسبة جبات الضرائب على نسبة للجي دي بي للدخل القومي كان بحدود 20-25% ب 2016. نحن اليوم الضغط الضريبي بالنسبة للجي دي بي 4%. أصبح نحن ما عندناش بضرائب حتى. صحيح. هيدا واحد. ثاني شيء موضوع الدولار الجمركي، نحن من أمتى صرنا عم نحكي فيه؟ من نيسان بشهر أذار الماضي حكينا فيه، قالوا لا طول بالك شوي، رجعنا حكينا فيه بأيار. نعم. بجلسة مجلس وزراء اللي انعقدت بالقصر الجمهوري بأيار، قال لا طول بالك هلا ما فينا نمشي فيه لبعد الانتخابات النيابية. ورجعنا كل شوي كان عم يتأخر يتأخر ليش؟ يتأخر عم يتأخر لأنه عم نشوف إذا في عنا مصادر أخرى أن لا تكون قوة ضغط على اللبنان. هلا ما بقى في مصادر عملناها، ولكن بأكد في عنا 600 سلعة ما عليها جمرك، ما حدا بيعرف فيهم، حتى الجمارك ما بيعرفوا فيهم دكتور. لائحة جيبها من الجمارك أو وين جيبها؟ الجمارك هو لفت لي نظري، قال لي هيدي كلها ما في عليها جمرك، في بس في عنا المأكولات، في المعلبات السردين والتون والمرتديل عليهم جمرك، بدنا نشوف كيف نقدر نشيلهم، قال ما بنقدر نشيلهم حسب الرقم الجمركي اللي بيكون موجود، الرمز الجمركي، عم نشوف إذا فينا أما البقي كله معفات من الجمرك. طيب. نحن عم نجي نشوف الجمرك الأساسي اللي عم بيفوت من البضاعة الكبيرة، من سيارات، من غيرها، من كل هالشيء. هلأ اليوم كلياته صار الرهان
على أخلاق التجار، لأنه هن فوتين بضاعة مخبينا مستودعاتهم، بدها تنزل بكرة بيقولوا زادوا الجمرك بدهم يرجعوا يزيدوا. أنا بكرة من الصبح حكومة الصبح وزارة الاقتصاد حتكون متحركة، وأنا أعي تماماً أن وزير الاقتصاد في على الموضوع، وهو حيقوم بالمراقبة الأساسية على كل الأمكنة، وحأطلب كمان من أجهزة أمنية وأخرى إذا أراد هو في عديد إذا هو أراد إذا وزير الاقتصاد قال عندي نقص أنا مستعد نزوده بمؤازرة معينة لحتى تقدر تشوف هالموضوع. يعني حضرتك عم توعد اللبنانيين إنه التخزين يلي صار خلال الأشهر الماضية هذا لن يمر، بده يخضع للدولار. هيدا دور وزارة الاقتصاد وحيقوموا فيه مراقبين الاقتصاديين حتما، لأنه نحن اليوم بس نتفهم، نحن ما عم نعمل شيء يعني مش طبيعي، كل شيء عم نجرب نعمل إنه يصير في توازن لحتى ينعمل. ونحن المخطط عندنا تبع الدولار الجمركي اليوم عملناه 15، بس بالمستقبل القريب بدنا نعمله سعر صيرفة او سعر السوق. طيب بده يتوازن كل شيء مع بعضه. انت بتجيب سيارة 10000 دولار، نعم 10000 دولار، بيقولك سعر الدولار 1500، 15 مليون ليرة بتدفع انت الجمرك على 15 مليون. صحيح. طيب 10000 دولار هي 15 مليون؟ لا. عم نكذب. بس وديعة المواطن على 8000 بدنا ناخذ منه على صيرفة وبدنا ندفع وديعته 8000. هلا حتصفي بوحد شباط اعلن، هيدا كمان موضوع تاني، الوديعة تبع هيدا حتصفي على 15000 مثل ما قال 151 158 التعميم. طيب. حاكم مصرف لبنان اعلنها ابتداء من وحد شباط حتصفي على 15000. دوت الرئيس اذا صار على 15000 ما بعرف الدولار بوقتها وين بيكون صار، بس سؤالي لك، ال 15000 ستنطبق على رساميل البنوك وعلى القروض السكنية والقروض الشخصية؟ حتى الحاكم مصرف لبنان عم بيشوف على موضوع الرسميل كيف يمكن المحافظة على الرسميل بإعادة تكوين بإعادة تخمين الموجودات للمصارف من أبدية وعقارات وكل شيء عنده، ويخمنها وتكون موجودة بشكل أن لا تؤثر على المصارف. هيدا عم بيجرب إنه ينعمل هلا بالوقت الحاضر. القروض السكنية اللي هي موجودة على اللبناني بندفع على اللبناني، والدولار الموجودة على الدولار بده ياخذ فيها إجراء كيف يمكن تسديد هو بسكر على الدولار ساعتها إذا على الدولار، يعني بده يشوف إذا ما عم بسكر على اللبناني عم بسكر الدولار بده يسكر الدولار، بس الدولار المحلي اليوم مش الدولار الأمريكاني، فبالتالي بوقتها بشوف شو سعر الدولار بيكون عم بسكر عليه. يعني عمليا بواحد شباط كل حدا بعد عنده سند بالدولار رح يسكروا على سعر ال 15000؟ لا، بسكروا على الدولار اللي هو رح يكون 15000، لأنه الحاكم قال بواحد شباط ببلش 15000 دولار. الموضوع السكني بعتقد مش مؤكد لحتى يكون في له فترة زمنية أطول عند الحاكم بعتقد. القروض الشخصية عندها فترة زمنية أكثر تسكر. دوت رئيس، إذا بتسمح لي، يعني بالقانون هل يحق للحكومة ولوزارة المال إن تحدد سعر الدولار؟ هيدا مش عمل مجلس النواب، مش عمل تشريعي. لا، هيدا بحسب قانون نقد التسليف يحق لوزير الماليه بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان القيام بذلك في ماده معينه بقانون 229 الماده الثانيه وال 229. لا، بالتسعينات بعتقد، ما بتذكر رقم الماده الحقيقه. طيب، بما تبقى لدي من الوقت بدنا نروح شوي، ارجع للماكرو. دولة الرئيس، حضرتك كنت عرضت القرارات اللي اخذتها حكومه الرئيس حسان دياب، صح؟ صحيح. توقف عن الدفع التخلف ديفولت، مزبوط. من وقتها لليوم دولة الرئيس، الحكومة اللي حضرتك ترأستها هزيت لي براسك، لا عارف شو سؤالي، ما عملت شيء، ليش؟ الديفولت أنا لو كنت موجود ما كنت بعمل ديفولت. أوكي. بس لحق وصار الديفولت، ما بدي انتقد، لأنه كل واحد عنده ظروفه وعنده معطياته، في حينها ما كانت عنده. طيب، بس في دولة، أنا بس برجع بقول لحق وصار الديفولت. لا. كان خلال جمعة أو جمعتين أسبوعين بعد الديفولت لازم نخلص، كانت المفاوضات مع اللي حاملين اليورو بونز ومدينين الدولة اللبنانية لحتى نقدر نوصل لتسوية معهم. نعمل ديفولت، شهرنا سيفنا ورجعت خبينا بالغرقودة. لا، بدنا نرفع سيفنا، كنا لازم نخلص المفاوضات معهم. طيب. لحتى نخلص كنا اليوم نكون مرتاحين جدا، بس اليوم حاملين أثقال الديفولت وبعده اليورو بونز والأمور التانية كلها موجودة على الساحة. بس مش غريب دولة الرئيس أنه حملت اليورو بونز بعد 3 سنين ما حدا منهم تحرك؟ موعودين بالخطة أنه تسيل بتزوب الودايع، ولكن السندات اليوروبونز تحفظ. الحقيقة ما حقول ليش 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 تريسوا، لأنه لا ما حقول، لأنه هيدي بتعطيهم أفونتاج، لأنه أنا ما حطيهم أفونتاج، لأنه نحن نفوض معهم ونخلص معهم بأسرع وقت. يعني عارفين اللعبة له 3 سنين دولة الرئيس، خلينا نشوف شو حيطلع لهم، إن شاء الله يطلع لهم، يعني إن شاء الله يتحسن الاقتصاد وياخذوا مصرياتهم. طيب، بس إذا الاقتصاد هيك شو بيطلع لهم؟
إذا موعودين بإنه المصاري تدوب بالبنوك وسنداتهم تبقى محفوظة، بيكون في شيء موعودين فيه؟ أنا ماني وعد شيء لحدا. أوكي. هذا اللي كان بدي أسمع. أبداً أبداً. طيب دكتور رئيس، بما يتعلق بالكابيتال كنترول، يعني حضرتك صار الكابيتال كنترول بمجلس النواب باللجان المشتركة في خلافات عليه. في بعض البعض يقول إنه لازم يكون من ضمن الخطة، هو بالخطة الأول اللي حضرتك بعتها مرتبط الكابيتال كنترول بالخطة، اليوم عم يبحث بانفصال وحده. بس كيف قبل واحد يقدر يعرف إعادة الهيكلة دكتور رئيس؟ يحكي بإعادة الهيكلة وبقانون التوازن المالي، كيف قبل هودي بدك تعمل الكابيتال كنترول؟ الكابيتال كنترول طلعت فكرته بشهر كانون أول 2019، كان لازم ينقر بوقتها. نعم أنا هذا رأيي، وكانوا يقولوا إنه لا بدنا ملاحظات. بعطيه فكرة، بمصر مرقوا بأزمة من 3-4 سنوات، أقروا الكابيتال كنترول فوراً وصاروا معدلينه عشرات المرات حسب الظروف. باليونان لما صارت الأزمة بقي المجلس يمكن 3 أيام ليل نهار قاعدين بمجلس نواب، امبارح بروسيا مجلس نواب، وعملوا كابيتال كنترول. نعم. نحن بعد ما بنتقاضى في المسؤوليات حتروح هالمبالغ هالودائع الكبيرة اللي قادر يتكلف بشيل الدعاوي، عم بيشيل الدعاوي على الحكومة على المصارف، عم تنجبر المصارف تدفع له، هن عم بياخذوا مصرياتهم عم تروح على المواضيع الصغير. هيدا هون لازم نحمي بقى نحن الكابيتال كنترول لحماية المودع اللبناني بشكل عام. اليوم لحقنا وصلنا وصار في قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون ما رفعوا مجلس النواب بعد هودة اثنين والفجوة المصرفية مجلس النواب. المجلس النواب لأنه نحن كانت الحكومة صارت بمرحلة تصريف عمل؟ لا غير، بعد ما خلص فخامة الرئيس لخلصوا معنا القوانين، نحن بعتنا القانون تبع إعادة هيكلة المصارف لفخامة الرئيس لحتى نوديه كمشروع قانون لمجلس النواب، فحط بعض الملاحظات. بينما نحن أخذنا بالملاحظات صرنا بأواخر تشرين أول المشروع. بديت أنا برسالة لدولة الرئيس مجلس النواب، رسالة من رئيس من أمين العام مجلس الوزراء، بحيطه علماً أنه هذين القانونين حطيت له قانون الهيكلة وقانون الفجوة المصرفية، وقلت له ملحقين بالإصلاحات المطلوبة. الرئيس بري قال لي لا ما تتشاطر علي بهالموضوع، مش ملحقين، لازم يتقدموا يا مشروع قانوني يا اقتراح قانون. اتفقنا انه يتقدموا اقتراح قانون من النواب، هنطلب من عدد من النواب يمضون ويتقدموا اقتراح قانون لمجلس النواب لحتى مجلس النواب ينظر فيهم. على اساس يبحث الكابيتال كنترول صح؟ هل حتى نعرف مش مربوطه. انا بالنسبه لي بدي مجلس النواب يخلص نحن عندنا البراير اكشن 4 الخطوات المطلوبه، هيدول خلصنا الموازنة، خلصنا السرية المصرفية، بدي الكابيتال كنترول وبدي الريستراكشرينج معه الفجوة المالية. طيب هيدول بدي اياهم يمروا يخلصوا الأربعة لننتقل على 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 الاي ام اف، نمضي الاتفاق النهائي، نعيد الثقة للاقتصاد اللبناني، نوحد سعر الصرف، نفتح موعودين نحن بحدود 3 أضعاف اللي بيقدموا الاي ام اف لحتى تمويل او هبات للقطاع العام والقطاع الخاص بلبنان. كل هالمواضيع نحن بدنا تكون هي موجوده، وساعتها أمننا النمو بالبلد، وما بدنا ما أمننا النمو عاد انطلقت الموضوع. وخاصه انا برجع بدي اقول قبل ما تنتهي الحلقه لحتى نقول صدقا، بقول الحل وعاده النهوض اقرب مما نتصور. اذا نحن مشينا على الطريق السليم لبنان بيستعيد عافيته، لبنان منه عاوز حدا، لبنان عندنا قدره، نحن مرقت عندنا الصيفيه اجى فات 4 مليار 5 مليار دولار. نحن هلا منتظرين عيد الميلاد وراس السنه، ما في محلات بالاوتيلات بلبنان كلها محجوزه. عندنا موضوع الترسيم خلصناه، توتال بلشت تاخذ ترسيم مركزة. سوريا ترسيم مع سوريا رحله العهد المقبل، ترسيم لسوريا دكتور رئيس حيصير احتراما مني للوقت اللي حضرتك منحته. توتال بلشت تشتغل، الترسيم خلص، في عندنا والله إشارات إيجابية وتفاؤلية كتير كبيرة. رجاء يا لبنانيين عبر شاشتك عم قولها بكل وضوح وبصراحة، معلش تفاؤلوا بالخير تجدوه، حاج بقى ننعي، والله في أمور أساسية يجب قريبة جدا النهضة بالبلد إذا اتفقنا مع بعض وكنا يد واحدة. 3 سؤالات سريعة إذا بتسمح. تفضل. الدولار موازنة 23 هو على سعر صيرفة؟ نعم. اثنين، حكيت عن الودائع ال100,000 دولار قلت هيدي بدك تحميها، كيف بدك تحميها دولة الرئيس؟ والبنك الدولي امبارح عم بيقول انه
مع زيادة الخسائر المالية 72 مليار فإن تعويم القطاع المالي بات أمرا غير قابل للتطبيق. لا أقول لك شغلة بخصوص المئة ألف. بخصوص المئة ألف نحن عنا 1,464,000 حساب. نعم. أوكي؟ عنا مليون. عنا 1,206,000 اللي هندن أقل من 100,000 دولار. نحن هدول نأمنهم حيتأمنوا كاملا. كيف دكتور الرئيس؟ حيتأمنوا في كل بالقانون التعافي محطوطة كيف حتكون. عنا 168,192 حساب هدول بدهم حل بعدين. أما من أصل 1,404,964 حساب عنا 1,236,000. هالمليون ومئتين وستة وثلاثين 100,000 دولار تاعتهم حياخدوا نصها حسب أنه حطينا نصها بسعر السوق للدولار باللبناني حياخذوا نصها باللبناني السوق المعوم ولا سوق الدولار سوق المعوم سوق نعم. ونصها وربعة دولار من مصرف لبنان وربعة دولار من المصرف اللي هو حاطط فيه 25% حيخدها دولار 50% دولار 50% لبناني 50% لبناني حتندفع كلها باللبناني 50% دولار نصها من المصرف التجاري اللي عم اشتغل معه ونصها من مصرف لبنان هودي من ضمن الودايع المؤهلة وغير المؤهلة؟ لا المؤهلة فوق المية المؤهلة صرنا دخلنا فوق المية بالمية وثمانية وستين ألف مية واثنين وتسعين حساب عنا حوالي 30% من الحسابات هي غير مؤهلة وعنا 70 مؤهلة الغير مؤهلة يعني هالحسابات اللي هي قلبت من لبناني إلى عندنا دولار. حسابات إلى دولار بعد 17 تشرين قلبتها إلى دولار هيدي تقدر بحوالي 30 مليار دولار نعم فبالتالي هيدي إلى حساب خاص حنرد لها إياهم باللبناني بس مش بـ 1500 كمان تشاطروا على الدولة كمان بس نحن ما حنشاطر عليهم كتير حينردوا باللبناني يعني العقد شريعة المتعاقدين المصرف قبل والزبون قبل بوقت رأي دوتري بس نحن كلنا عارفين الظروف ونحن عارفين اليوم أنه هذا الموضوع أن تحول من دولار من لبناني لدولار بظرف معين آخر نقطة إذا بتسمح لي حكيت عن صغار المودعين بس كبار المودعين هودي المستثمرين هول بيعملوا بزنس بالبلد بدك تعملهم بيل إن بمصارف بعد مش معروف إذا بتكفي ولا لا مش بس بيل إن عاملهم صندوق استرداد الودائع ديبوزيت ريكفري فند هي محطوطه وعم تنعمل عم بنعملها اليه بالقانون اللي بعتناه مجلس النواب موجوده وحيكون يدرسها مجلس النواب وناخذ فيها القرارات اللازمه، هلا وين هون النقطه الاساسيه؟ بعدنا شو بدنا نحط بهالصندوق من ناحيه الموجودات اللي بدها تغطي هالاساس بس الاي ام اف مش قبلين فيه نحن حنعمل اللي لازم نعمله لازم نعمله لحتى نقدر نحترم ونكون موجودين فينا، الاي ام اف ما بيقبل فيه انا حاكي مع الاي ام اف لما تصير الامور جديه فيها نقتنع فيه لانه نحن شو عنده الاي ام اف مشكله انه ال سستينبل ديت استدامه الدين والنمو عندك بالبلد الموجود اذا هدول اثنين انا قلت له امنتهم هدول ما حارب عليهم كل شيء بزيد فوقهم انا بدي اعطيه لهالعالم فاذا توب الاي ام اف مش مفصل خالص نحن بدنا نفاوض على انفصله على هو اليوم بالمبدا عم بيقول اوعى تفوت بهالموضوع لا يجوز تحميل الاجيال القادمه ما 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 كان فيه من رفاهية الأجيال الماضية هيك عم بيقول عم يقول له ما في مجال نحن الأجيال القادمة هنضمن مال الدولة من ناحية النمو ومن ناحية استدامة الدين وكل هالموضوع كل شيء بزيد عنا فوقه بده يروح لحتى سكر الماضي لأنه الماضي ما كانت مسؤولية هالمواطن كانت مسؤولية الدولة اللي هي عملته مظبوط رفع فيه بس هي مسؤولية الدولة فبالتالي أنا كدولة عندي مسؤولية بدي غطيها لتبعين الماضي من هون بدها تكون القصة عندي واضحة وأنا حكيتها مع الـ IMF الـ IMF بالمفاوضات الرسمية مش معترف فيها بعد بس أنا مصر عليها وطلبتها منه شكرا لك دكتور الرئيس في كثير اسئله بعد تنطرح بالميل انا بتشكرك على وقتك بدنا نلتزم بالوقت اللي اتفقنا عليه بدي اقول لك بالنتيجه انه 60% من المواطنين اللبنانيين يؤيدون عقد جلسات في حال يعني الحاجه الى عقد جلسه وفي 40% بيرفضوا عقد جلسات لمجلس الوزراء بتشكرك مره ثانيه على امل اللقاء الاخر القريب المرتقب سميه مثل ما حضرتك بتريد